للمزيد ينضم إلينا من القاهرة كبير خبراء البنك الدولي لمشروعات القطاع الصحي عمر الشرقاني. أستاذ عمر، أهلا وسهلا بك معنا بسكاي نيوز عربية. نريد أن نعرف منك أولا تفاصيل هذا التمويل الجديد، وكم يمثل من حجم أو إجمالي التمويل المطلوب لتنفيذ مشروع التأمين الصحي في مصر؟ تمام، هو التمويل بيقدر ب 400 مليون دولار، وهو جزء من التمويل المطلوب للمرحلة الأولى للتأمين الصحي في مصر، المقدر تقريبا ب 2.6 مليار دولار للمرحلة الأولى في 6 محافظات. التمويل بيهدف لزيادة التغطية التأمينية للتأمين الصحي في محافظات المرحلة الأولى، وهي تحديدا بورسعيد، إسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان. المشروع بيهدف يعني بصفه اولى ان دعم اشتراك الفقراء في هذه المرحله، وايضا بناء القدرات المؤسسيه للهيئات المعنيه بتقديم هذه او هذا النظام الجديد للثلاث هيئات الجديده، بالاضافه الى وحده العداله الاقتصاديه ووزاره الماليه، بالاضافه الى مؤسسة أو هيئة الشراء الطبي الجديدة، وتحسين القدرات المؤسسية لهذه المؤسسات زائد تدريب العاملين بها. وكم يمثل من حجم إجمالي التمويل المطلوب لهذا المشروع؟ 400 مليون دولار. كيف سيتم استخدام هذا التمويل كما ذكرنا، وإلى أي مدى سيساهم في توسيع مظلة نظام التأمين الصحي؟ زي ما حضرتك عارفة، هو التمويل هيساهم في بعض آليات التأمين الصحي الجديدة، ليس كلها طبعا، لكن بعض المفاصل الهامة في هذا التأمين، منها دعم حصة الحكومة في دعم الاشتراك الفئات الفقيرة الأكثر فقرا في هذه المحافظات، وأيضا آليات مثل آليات التعاقد، تحديد الخدمات التي سوف يتم تخطيطها بالتأمين الصحي في قسم الخدمات، تقوية التعاقد بالذات مع القطاع الخاص، آليات التعاقد، آليات الدفع، النظام الإلكتروني للنظام الجديد، وذلك على مدى 4 سنين إن شاء الله. هل يأتي هذا التمويل ضمن حزمة التمويل الطارئ التي أقرها البنك الدولي لبعض الدول لمواجهة تداعيات كورونا؟ لا، مش بالضبط، بس هو تم زيادة مبلغ التمويل، لأن هو كان في الأصل 250 مليون دولار، تم رفعه إلى 400 مليون دولار بسبب جائحة كورونا، وهو ليس دعم لكورونا، لآليات كورونا أو للأدوات التي يتم استخدامها لمكافحة كورونا بالتحديد، لكن للأثار هو تم زيادة هذه الأموال للتغلب على الأثار الاقتصادية الناتجة عن السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، فمتوقع أن هنحتاج أن احنا ندعم شريحة أكبر من الفقراء في نظام التأمين الصحي الجديد، وبالتالي تم زيادة التمويل للتغطية. وأيضا في خارج محافظات المرحلة الأولى الستة سيتم توجيه بعض التمويل إلى ما يسميه نظام العلاج على نفقة الدولة، وهو يغطي الفقراء في كافة أنحاء الجمهورية. هل هناك مفاوضات على مزيد من التمويلات لمصر خلال الفترة القادمة في قطاعات أخرى بخلاف يعني القطاع الصحي؟ في قطاعات أخرى جاري التفاوض فيها حاليا بين البنك والحكومة المصرية. في القطاع الصحي زي ما حضرتك عارفه في مشروع الكورونا دلوقتي، وفي مشروع التامين الصحي الحالي، لكن في القطاعات الاخرى اظن ان في مفاوضات جاريه في قطاعات العداله الاجتماعيه، في قطاعات زي البيئه، في قطاعات اخرى كثيره يتم التفاوض عليها، بس يعني لا اعتقد ان انا عندي كل الاجابات عن هذه المشاكل. وأنا أشكر لك هذه المداخلة، كبير خبراء البنك الدولي لمشروعات القطاع الصحي عمر الشرقاني، شكرا جزيلا لك.